رحلة البحث عن النشامة من أقصى شمال المملكة إلى أقصى جنوب المملكة في هلا بالنشامة. دائما نبحث عن أشخاص عاهدوا الله بأن يعملوا من أجل الوطن والمواطنين. اليوم وفي هذه المبادرة زي ما بتشوفوا وراي في خلية نحل بتعمل من أجل الوطن ومن أجل المواطن الأردني دون مقابل. بيشتغلوا بجهدهم، بيشتغلوا بعد دواماتهم، بيشتغلوا بطاقتهم الشبابية الرائعة رغم الظروف اللي بتمر فيها البلاد وأيضا العالم أجمع. اليوم رح نتعرف على هذه المبادرة الأكثر من رائعة اللي انتشرت في جميع أنحاء المحافظات في جميع أنحاء المملكة لتبحث عن الأشخاص حتى تساعدهم، وخليني أحكيها اليوم وأنا بتحمل مسؤوليتها، حتى يخدموا أبناء وطنهم، حتى يساهموا في رفعة المواطن الأردني ورفعة الوطن. يلا التطوع لا يقف على المادة، بل التطوع من الممكن أن يكون في الجهود. معي أحد المتطوعين في هذه المبادرة، كيف حالك؟ تمام الحمد لله. إيش اسمك؟ اسمي عدي. عدي إيش بتشتغل؟ أنا طبيعة عملي الدهان. حلو. عدي أنت اليوم من المتطوعين بمجال عملك؟ أنا والله بس يعني إنا مدة شغالين مع نسمة خير بهذا البرنامج، والتطوع مش شرط إنه يكون بالمال أو من أجل المال، بتقدر تتطوع حسب طريقة عملك أو بأي شيء أنت بتقدر عليه ضمن طاقتك. جميل. طب عدي شو بتحس أنت فعلياً؟ يعني يمكن أنت تارك شغل عشان تيجي أو تيجي بتتطوع بعد شغلك؟ مزبوط، بعد دوامي بتخلص شغلك الأساسي؟ شغل الأساسي وباجي بتطوع مع الشباب. طب كيف بلشت؟ شو أضاف لك هذا الإشي؟ والله هذا إشي بعطيك فرحة كبيرة لما تشوف أصحاب البيت أنت مبسوطين، وهذا تعب هسا وهذا، بس إحنا لما نخلص البيت ويكون جاهز بنحس بفرح لا يوصف. فريق نسمة خير طبعاً هو عبارة عن مبادرة شبابية تطوعية تأسست في عام 2015 على يد نخبة من أبناء وبنات هذا الوطن من فئة الشباب، طبعاً بتمويل ذاتي من أعضاء الفريق فقط. الحمد لله إلنا عدة إنجازات على مستوى المملكة، تجاوزت عدد أنشطتنا 350 نشاط. كان أبرز هاي الإنجازات اللي هي إقامة أكبر إفطار رمضاني على مستوى المملكة لعام 2016 ل4000 شخص مع توزيع 2500 حقيبة مدرسية، بالإضافة لعام 2017 كانت إقامة أكبر إفطار رمضاني على مستوى المملكة ل5200 شخص. أيضا عندنا برنامج بنشتغل عليه اللي هو برنامج سلسلة الترميم اللي بيستهدف ترميم المنازل والحدائق والمدارس في الأحياء الشعبية، واللي إحنا اليوم بننطلق فيه لعام 2020 اللي كان مقرر إنه يكون في شهر رمضان المبارك، لكن نظراً للظروف اللي بتمر فيها البلاد بسبب جائحة كورونا اتخذنا جانب آخر من المساعدات اللي هي استهدفنا فيها عمال المياومة والأسر العفيفة، قمنا بتسديد عن الغارمين في البقالات والصيدليات، بالإضافة بتسديد الفواتير الكهرباء والماء المتراكمة عليهم. أيضاً قمنا بتوزيع ما يقارب 500 طرد غذائي على العائلات العفيفة وعمال المياومة. الآن إحنا اليوم رح نبلش بعد ما الحمد لله رب العالمين وصلنا في الأردن لمرحلة التعافي، نبلش في نشاط الترميم اللي إحنا مبلشين فيه من عدة سنوات، واليوم هو أول يوم انطلاقة إلنا. طبعا احنا جينا على هذا البيت وبدينا لجنة كشف، اولا كشفوا احتياجات البيت وعرفنا سبب اللي صار بالحريق انه سبب تماس كهربائي، وان شاء الله راح ننهي هذا الموضوع اللي هو موضوع الشورت اللي صار بالبيت واثر عليه. طبعا راح نبلش ان شاء الله نورجيكم الغرفة، راح نعملهم غرفة قاعدة عربية عبارة عن فرشات وبرادي وكذا طبعا بعد الدهان، والغرفة هاي راح تكون صالون راح نرجعها مثل ما كانت، أثاث كامل إن شاء الله، وتلفزيون، غاز، غسالة، كل الأدوات الكهربائية، بالإضافة لشغل البلاط، شغل النجارة، الحدادة زي ما أنتم شايفين، والحمامات كلها كاملة، شغل كامل، لأن حمامين، غرفة ماستر فيها حمام راح يصير فيها غرفة نوم، وفي حمام ثاني كله بالبلاط كامل،
وبالإضافة للمطبخ راح يتم عمل كامل للرخام وللبلاط وخزانات إن شاء الله بشكل حديث. مهندس، بعد ما حكينا عن البيوت التي يتم ترميمها، أكيد في عندكم خطط مستقبلية، منها حكيت لي بأنه حيكون في مشاريع إنتاجية وأيضا تأمين أصحاب البيوت إذا ما كان عندهم أعمال. حكينا أكثر عن هذا الموضوع. احنا في مبدأ ماشيين عليه بفريق نسمة خير، اللي هو لا تعطيني سمكة علمني كيف أصطادها. احنا اوكي بنرمم البيت، لكن احنا بنطلع على مرحلة ما بعد الترميم، هل هو قادر رب الأسرة انه يحافظ على بيته ويعيل نفسه؟ احنا اعطيناه بداية الخير، فاحنا بنحاول ايضا انه نأمن صاحب البيت بوظيفة بحيث يصير قادر يعيل نفسه منها، بالإضافة للمشروع الجديد اللي احنا راح نباشر فيه ان شاء الله بعد الانتهاء من مرحلة الترميم، اللي هو مشروع المشاريع الانتاجية الصغيرة، اللي هي راح نبحث عن افراد اسر ومعيلين لاسر العفيفة ونفتح له مشاريع انتاجية صغيرة تناسبه يقدر انه يصرف على نفسه وعائلته من خلالها. طيب انتم بتساعدوا الناس يبحثوا عشان يصرفوا عن انفسهم، انتم كيف تصرفوا عن انفسكم؟ احنا معظمنا طبعا من نفس الفئة، احنا معظمنا موظفين او طلاب جامعات، فعشان هيك احنا دائما بنحكي رسالة من الشباب لجميع الناس انه احنا قادرين نتطوع وقادرين نبذل، مش فقط بالمادة، احنا قادرين نبذل بجهودنا الشخصية وبالمادة، حتى لو احنا شباب نقدر نشيل جزء من مصارينا، سواء اما موظف او طالب باخذ مصروفه فهو قادر انه يتطوع. جميل، يعني هذه الرسالة من هون بدنا نحكي للناس، نحكي لهم بانه رسالتنا في هذا الموسم من هلا بالنشامة، نصل النشامة لنوصل إليهم النشامة، أنتم النشامة اللي قاعدين بتشوفوا، اللي بإمكانكم أنكم تساعدوا هذه المبادرة وتساعدوا مشاريعهم حتى تشوف النور، وتساعد كثير ناس حتى يشوفوا النور. الرقم هيطلع قدامكم على الشاشة عشان تتواصلوا مع هذه المبادرة لتبرعاتكم كأشخاص، وأيضا الأشخاص اللي ممكن يستفيدوا بيقدروا يحكوا عن نفس الرقم. نعم، من نفس الرقم ومن خلال موقعنا على الفيسبوك فريق نسمة خير، أو يتواصلوا معنا في حال تم إعلان عن تقديم طلبات مرة أخرى. حلو، يعني هلأ صار عندنا خيارين، إما الرقم أو مواقع التواصل الاجتماعي. وأكيد أنا عشان أسهل عليكم، أكيد في لجان، هي اللجان بتختار وكل الأمور. إحنا عندنا بفريق نسمة خير مقسم لعدة لجان، كل لجنة لها اختصاص معين، من ضمن هذه اللجان اللي هي اللجنة الاجتماعية المختصة بدراسة وضع العائلات المحتاجة. يعني ما شاء الله عليكم، الله يقويك أنت وجميع أفراد المبادرة اللي واقفين واللي بيشتغلوا كمان قاعدين، الله يعطيكم العافية ويعطيكم الصحة يا رب، ويحميكم من كل شر ومن كل مرض. يمكن عددكم الموجود اليوم قليل للجائحة ولوباء كورونا، أكيد في خلف هذا الفريق كمان فريق كثير كبير، فشكرا لكم، الله يعطيكم العافية. وهذا دائما هدفنا في هلا بالنشامة، بأن نبحث عن أشخاص عاهدوا الله بأن يعملوا من أجل الوطن والمواطنين، وأنتم مثال على هذا الشباب الرائع في هذا الوطن الرائع، وأنتم الشباب المعطاء اللي دائما ببحث عنكم جلالة الملك عبد الله الثاني. إيش تحب توجه رسالة سريعة؟ رسالتي اللي هي أنا للشباب أولا، إنه إحنا قادرين على إنه نعمل أعمال تطوعية حتى لو إحنا بمنازلنا بسبب جائحة كورونا، مش بالضرورة إحنا نوقف أعمالنا التطوعية بسبب جائحة كورونا. وسبق وذكرت إحنا اتخذنا أعمال إلكترونية اللي هي تسديد الديون من خلال البطاقات الائتمانية، بالإضافة لتسديد فواتير الكهرباء والماء، فإحنا مش بالضرورة نتوقف أعمالنا التطوعية بمجرد إنه إحنا في عنا جائحة، بالعكس الآن بلدنا هي بدهيانا، والآن بلدنا بحاجتنا وشعبنا كمان بحاجتنا، فبتمنى من الجميع إنه يساعد بقدر المستطاع. ما شاء الله عليكم، هلا فيكم وهلا بالنشامة، لازم نساعد هذول النشامة، ورحلة البحث عن النشامة مستمرة في دنيا دنيا وفي هلا بالنشامة، من أقصى شمال المملكة إلى أقصى جنوب المملكة نبحث عن أشخاص عاهدوا الله بأن يعملوا من أجل الوطن والمواطنين. لهون بنكون وصلنا لنهاية هذه الفقرة، ولكن إن شاء الله منشوف كل اثنين الجاي مع نشامة جداد وفي مبادرة جديدة. عودة إلى استديوهات دنيا دنيا.